البينتينج بتاعي بيتكلم على الديفرنت ايموشنز اللي الناس بتواجهها في حياتها من يعني من فكره الصعوبات اللي الناس كلها بتواجهها، والباترنز المعموله ورا دي بتريبريزنت الكيوس او الفانكشناليتي اللي موجوده في حياه الناس عامه، بس في الاخر كلهم بيتجمعوا مع بعض بيبقوا يونيفايد في بينتينج واحد، عشان كده يعني احنا كلنا عايشين مع بعض في عالم واحد يعني.